فالكاشينج سيندروم هو مرض معناه اسمه متلازمة شنو؟ متلازمة كاشينج، يعني اللي هي راح يصير فيها زيادة في إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم، ونتيجتها السكين راح تصير ثن شوية، والشخص يبدو يعني الجذع مال جسمه يبدو بيه هواي فات هواي دهون، والأطراف مال جسمه لا تبدو ضعيفة ونحيلة. تمام زين. إدراك بعض الأدوية تسبب الديابيتس من أنواع أخرى اللي هي الاستيرويد مثلا، الانفكشنز العدوى مثل سايتو ميغالو فيروس، هاي واحدة من أنواع العدوى اللي ممكن تسبب، اللي ممكن تسبب ديابيتس ميليتاس، لكن هو من النوع السكندري. هذا السلايد شلون تجي عليه الأسئلة بالامتحان؟ تجي الأسئلة بالامتحان إنه what are the main types of diabetes mellitus، راح تقول له هم المين تايبس الأنواع الأساسية، خلينا نقول ثلاثة، من هم النوع الأول النوع الثاني والجي دي ام اللي هو مال الحمل. زين. الأنواع الثانوية هم أربعة، الأنواع الثانوية هم شقد؟ الأنواع الثانوية هم أربعة، واحد نتيجة إلى عيب وراثي في الخلايا المفرزة للإنسولين اللي هي البيتا سيل، والثاني نتيجة لمشكلة بالإندوكرين جلاند أو إندوكرين باثيز، يعني أمراض بالإندوكرين مثل شنو؟ مثل كاشينج سيندروم، والكاشينج سيندروم هي متسوي ديابيتس من نوع ثاني. الإدراك مثل الاستيرويد زين، إنفكشن عدوى مثل سايتو ميغالو فيروس زين. بعد شنو تدير بالك على شغلة ثانية، تقول لك يقول لك مثلا الكاشينج سيندروم هو شنو، راح تقول له كاشينج سيندروم هو شنو، راح تقول له إندو كرينو باثيز زين، يعني توضح له شنو هو الكاشينج سيندروم ممكن زين، يعني شغلات سهلة يعني أنا بنشوفها بصراحة زين. هسه هنا مقارنة بين الديابيتس ميليتاس النوع الأول تايب 1 ديابيتس ميليتاس وتايب 2 ديابيتس ميليتاس. النوع الأول اللي هو راح يصيب الأطفال مثل ما قلنا، هو أوتو أميون ديستركشن أوف إنسولين بريديوسينج سيل، هو تدمير للخلايا شنو؟ للخلايا المنتجة للإنسولين أوف بنكرياس كوزينج إنسولين ديفيشنسي. شفت شلون؟ راح يصير تدمير للخلايا المنتجة لمن؟ للإنسولين، اللي هي الخلايا المنتجة للإنسولين وين صايرة؟ صايرة بالبنكرياس. هذا الشيء ايش راح يسوي؟ هذا الشيء راح يسوي إنسولين شنو؟ راح يسوي إنسولين ديفيشنسي، لأن الخلايا اللي تنتج الإنسولين بعد ما عادت موجودة. زين. التايب 2 ايش راح يصير؟ لا راح يصير إنسولين ريزيستنس وذ بروجريسيف بيتا سيل ديسفانكشن. شوف ما راح تتدمر البيتا سيل، ما راح تتدمر الخلايا المنتجة للإنسولين، لا راح يصير بها ديسفانكشن، يعني عيب وظيفي، مشكلة بالوظيفة مالتها. شفت شلون؟ هسه هنا هاي أهم نقطة لازم واحد يعرفها، اللي هي النقطة الأولى. ملاحظين دائما بالمقارنات أهم نقطة تصير الأولى، المشكلة بمرض الديابيتس ميليتاس النوع الأول أنه هو أوتو أميون، مشكلة بالمناعة، ويصير ديستراكشن بالخلايا اللي هي تبني انسولين، بحيث الانسولين يكون اصلا بعد يعني ماكو او قليل، يصير مشكله بالخلايا اللي تبني الانسولين. بينما بال الديابيتس ميليتاس النوع الثاني لا، انسولين موجود والجسم جاي يكون انسولين والبيتا سيل جاي تكون انسولين، بس البيتا سيل صاير بها ديسفانكشن، يعني عيب بوظيفتها، ويصير بالجسم ريزيستنس للانسولين، مقاومه للانسولين، بحيث الانسولين ما يوصل للريسبتورات مالته. زين. موست فريكوينت امونج تشيلدرن اند ادولت سنت زين، يعني شنو؟ اكثر انتشار بين الاطفال، هذا لا موست فريكوينت ان ادولت زين. هنا أنا عندك اوتو antibodies auto antibodies، بينما هنا no antibodies no auto antibodies آسف no auto شنو no auto antibodies معناه شنو auto يعني هسه هذا الكلام مال auto antibodies و no auto antibodies، معنى الauto antibody معناه هو شنو؟ معناه هو يعني ينتج بواسطة الأميون سيستم، تمام، بس مو يعني اي اميون سيستم، لا هنا اميون سيستم ميستيكس، اخطاء تصير بالجهاز المناعي زين، فاحنا من قلنا هاي راح تصير بي مشكله بالاميونيتي، فراح يكون اوتو شنو اوتو انتي باديز، تمام لو مو تمام زين. فهاي شغله يعني واحد يخليها على باله، بما انه هو هذا يصير نتيجه مشكله بالمناعه فاكيد راح يصير بي انتاج اوتو انتي باديز زين. الأوتو أنتيباديز مرات إيش يعتبروهم؟ مرات يعتبروهم ماركرز إن ذا بلاد، يعني علامات بالدم that indicate an increased risk of developing type 1 diabetes، يعني إذا مثلا واحد أخذوا له تحليل دم وهالأمور هاي
ولقوا بدمه اوتو انتيبوديز، هذا قد يعتبروه علامه اوليه لاصابته بشنو؟ لاصابته بمرض السكري النوع الاول. لكن هنا ما راح تكون اكو مشكله بالمناعه بالنوع الثاني، فما راح يكون اكو اوتو انتيبوديز، فنو اوتو انتيبوديز. زين، لا يزال يقارن بين تايب 2 وتايب 1 مالت من مال الديابيتس، لا يزال شنو؟ لا يزال يقارن بين تايب 1 وتايب 2 مال الديابيتس. خلينا ننزل المقطع الثالث. طبعا هو المقارنه مالتهم مال التايب 1 وتايب 2 مال الديابيتس كلش مهمه، بس شنو اكثر شيء هاي المقارنات يعني لها اهميه قصوى بالام سي كيو؟ ترى ليش تشوفون الام سي كيو سهله بالفاينل تشوفونها شلون الام سي كيو تصير صعبه؟ فانتبهوا زين. هسه التايب 1 مال الديابيتس انسولين ثيرابي ريكوايرد ايميديتلي، لما واحد او طفل يصير عنده مشكله بالتايب 1 مال الديابيتس يعني هو هنا معناها الخلايا ما جاي تصنع انسولين، فلازم انه احنا نعطي علاج بانسولين. بينما التايب 2 لا هي الخلايا تصنع شنو؟ تصنع الانسولين بس جاي يصير لها ريزيستنس، فانا لازم انطي علاج يقلل هذا الريزيستنس. هو شنو الريزيستنس يعني شنو؟ يعني هسه مثلا مو واحد سمين، شايف السمين بطنه شكبره شحوم وما ادري شنو هاي الشغلات، هاي الشحوم راح تسوي مقاومه لمن؟ مقاومه للانسولين. زين عيني؟ راح تسوي مقاومه للانسولين انه يوصل للريسبتر. فاول ما راح اجي اقول له لللايف ستايل يابا، نظام حياتك، تاكل صحي، تلعب رياضه، هالامور هاي حتى تنحف شويه. تمام؟ جاي تلاحظ يعني انه هو المرض غالبا ما يكون عند الاشخاص السمان شويه. زين؟ فهو راح بالنسبه لللايف ستايل، اللايف ستايل راح يكون انه والله ضروري انه المريض بالتايب 2، تايب 2 مال الديابيت جاي اقول انتبه علي، يخاف واحد يجي بعد شوي يقول لي شو انت قلت قبل شوي شيء وهسه جاي تقول شيء، لا جاي احكي عن التايب 2 مال الديابيتس انه الاشخاص يكونون سمان. زين، انطيه اورال دراج، اعطيه دواء من الفم يكون هذا الدواء، زين يعني شلون حبوب وهالامور هاي وجماعه الحبوب. هنا أنا عندك مثل ما قلنا اورال دراج، طبعا نعتذر يعني على هذا التاخير شويه. الاورال دراج هو ادويه مثل الحبوب وهالامور هاي وغيرها. زين، هذول اذا نجي يقول ما يريكواير، قد يعني يتطلبون انسولين ايفنتشلي، يعني بعدين بمراحل كلش يتطلب انسولين انه ياخذ هذا الشخص. المهم وراها شي يقول رابيد وانست اند رابيدلي فيتال اف نوت تريتد، يعني بسرعه هذا المرض الديابيتس النوع الاول يتطور وبسرعه يكون قاتل، لكن هذا جراجوال وانست يعني يتطور بس يعني بشكل خلينا نقول تدرج. زين، على كيف، مو قبل يقتل او شو اسمه. زين، ماني ييرز، العديد من السنوات، يستمر نو رابيد فيتالي، ما يكون قاتل. زين، هنا كيتو اسيدوزز راح يكون كومن. زين، اما هنا الكيتو اسيدوزز فيري رير. هم شنو الكيتو اسيدوزز؟ اجسام الكيتونيه او الاحماض الكيتونيه خلينا نقول. ليش هنا كومن وليش هنا رير؟ شنو الفرق يعني؟ ليش انه بهذا المكان صار كومن وليش بهذا المكان صار رير؟ هسه نوضحها، بس يا ريت لو القى هسه صوره وحتى اقدر ادز الصوره واشرح عليها، ما اقدر هيك. يلا يعني نرجع هسه هنا نكمل الماده اللي عندنا. هسه راح ناخذ الباثو فيسيولوجي مال النوع الاول مال الديابيتس. شوفوا اي شيء فسلجه لازم له علاقه بوظيفه عضو معين، لان هو الفسلجه اصلا علم وظائف الاعضاء، هاي دائما اقولها حتى تبقى على بالكم. فش راح يصير بوظائف الاعضاء؟ هي لها وظيفه طبيعيه، بس راح يصير لها فد شيء وظيفه مو طبيعيه او شيء ياثر على وظيفتها الطبيعيه، راح تطور لنا مرض معين. طبعا مرض الديابيتس، مرض السكري، لا شك انه هو من مسبباته الشغلات الوراثيه، الوراثه هي تلعب دور مو ما تلعب دور. فنقول انه احنا اكو شيء اسمه جيناتيك بريديسبوزيشن، جيناتيك بريديسبوزيشن. وين تصير؟ بالـ HLA والـ DR3 والـ DR4، هذا اللي نحفظهم، HLA، DR3، DR4. زين. أيضاً البيئة همين مرات تأثر، مو شرط بس الوراثة، environmental trigger اللي هي متمثلة بالفيروس مثلاً، فيروس معين، أو دراك يعني دواء معين. زين. هسه ايش راح يصير؟ راح يصير
autoimmune attack on beta cell راح تصير الخلايا المناعية تهاجم شنو؟ تهاجم البيتا سيل. وهي البيتا سيل شنو وظيفتها؟ تسوي انسولين. زين؟ بعدين شو راح يصير؟ المونوسايت الخلايا الأحادية انفليريت، يعني شنو؟ راح تتسلل to pancreatic islet insulitis، يعني الخلايا اللي هي شنو مونوسايت خلايا أحادية تتسلل تروح علماً تروح لي جزر البنكرياس هناك، ما راح تروح هناك راح تسوي التهاب. التهاب وين؟ التهاب بالانسولين، يعني الخلايا الاحاديه، يمكن انا قلت الخلايا المناعيه، الخلايا الاحاديه راح تروح لي البنكرياتيك ايسلت، يعني راح تروح للجزر مال البنكرياس وراح تسوي التهاب بالانسولين. زين شلون يعرفونه يعني غالبا هسه احنا المرض هذا شلون يكشفون عنه؟ طبعا راح يسوون تحليل بالسيريوم للمصل، ها اللي هي مال الدم، يعني السيريوم مال الدم، احنا مصل الدم يسموه بالعربي. زين راح يلقون اوتو انتيباديز ديتكتبل ان مصل، يعني راح يشوفون الاوتو انتيباديز بالمصل. ما راح يلقون هذا الشيء راح يقولون هذا ممكن الشخص ينصاب ب او خلينا نقول هو مصاب بمن مصاب بالديابيتس النوع الاول. زين لوز اوف بيتا سيلز، خساره البيتا سيلز، يعني البيتا سيلز هي اصلا تسوي انسولين تو ليس ذان هاف. اذا واحد خسر خلايا البيتا سيلز اقل من النص هنا راح يصير امبيرد جلوكوز تولرنس، ما راح يتحمل الجلوكوز. ليش؟ لان هي البيتا سيلز تسوي انسولين والانسولين يخفض مستوى الجلوكوز بالدم، مستوى السكر بالدم. بعد ماكو هاي البيتا سيلز، فبعد شلون شنو الحل هاي مال هاي المصيبه؟ ماكو. يعني هنا المشكله اللي صارت انه البيتا سيلز كان المفروض تسوي انسولين، تدز هذا الانسولين على الجلوكوز حتى تشيله، تدز هذا الانسولين وين؟ على الجلوكوز حتى يعني تخفض مستوى الجلوكوز بالدم. بس بعد ما واحد يقدر يتحمل الجلوكوز البيتا سيلز يسوون الانسولين بعد ماكو. زين اوفر تايم، بمرور الوقت اونلي فقط 10 الى 20% اوف اوريجينال بيتا سيلز ار ستيل فانكشنال، يعني بمرور الوقت 10 الى 20% من البيتا سيلز هم ايش بيهم؟ هم يبقون فانكشنال، يبقون ناشطين او يؤدون وظائفهم يعني بالاخير كلش كلش. تايب 1 اوف ديابيتس ميليتاس ابسوليت انسولين ديفيشنسي، يعني شنو يصير ب انسولين؟ شنو انسولين ديفيشنسي؟ اذا هذا التايب 1 اوف شنو؟ تايب 1 اوف ديابيتس ميليتاس. زين تايب 1 اوف شنو؟ تايب 1 اوف ديابيتس ميليتاس. زين هسه نراجع المعلومات اللي موجوده هنا حتى لا ننساها ابدا. اول شيء جيناتيك بريديسبوزيشن، راح يصير اكو يعني تهيئ وراثي، تهيئ وراثي للمرض. منين هذا التهيئ الوراثي يصير؟ التهيئ الوراثي هذا يصير من ال HLA وال DR3 وال DR4، هذين الخلايا راح يصير بهن تهيئ وراثي انه الشخص يصاب بمن؟ يصاب بمرض الديابيتس النوع الاول. زين المهم، واحيانا البيئه يكون لها دور، البيئه يكون لها دور، الخلايا المناعيه راح تهاجم البيتا سيل وراح تتسلل الخلايا الاحاديه تتسلل لجزر البنكرياس، وهناك راح يصير التهاب بالانسولين. تمام، والاوتو انتيباديز راح يصيرون ديتكتبل وين؟ بالسيريوم. زين لوز اوف بيتا سيلز تو ليس ذان هاف، اذا واحد صار عنده خساره بالبيتا سيلز تو ليس ذان هاف، هاي مهمه بالام سي كيو، راح يصير امبيرد جلوكوز تولرنس، راح يصير ضعف في تحمل الجلوكوز. اوفر تايم، بمرور الوقت 10 الى 20% فقط من البيتا سيلز راح يكونون فانكشنال، من البيتا سيلز، وانوه على الكلمه اللي هي بيتا سيلز. زين هنا الباثوفيسيولوجي مالت من؟ الباثوفيسيولوجي مال الديابيتس اللي هو شنو؟ اللي هو النوع الثاني. هنا طبعا راح هم يكون جيناتيك بريديسبوزيشن، منين؟ من الفاميلي هيستوري، من تاريخ عائلي الديابيتس النوع الثاني اللي يصيب كبار السن. زين او قد يكون السبب مادته ان هيلثي لايف ستايل مثل الاوبسيتي والان اكتيفيتي. الاوبسيتي هي السمنه، الان اكتيفيتي هو عدم النشاط، شخص مو نشط يعني ما يتحرك ولا شيء. زين يعني بس يجي قاعد وساكت، قاعد مثلا يلعب بالبوبجي والبلاي والحاسبه او بس قاعد هيك يدرس، او مثل هذول الموظفين جماعه يشتغلون بشركات وكذا اللي عملهم يكون نمط حياته مكتبي بس قاعد. هذا هنا ممكن يعني شخص مو نشط هنا ممكن يصاب بالديابيتس النوع الثاني. انسولين ريزيستنس، راح يصير مقاومه للانسولين. شفت شلون راح يتقاوم الانسولين؟ يتقاوم شنو؟ يتقاوم الانسولين، هاي بالدرجه الاولى، يعني اكو انسولين مو ماكو. زين
وين يصير الانسولين ريزيستنس يعني مقاومه الانسولين وين تصير؟ بالليفر، بالمسل، وبالاديباس تيشيو، ليس ريسبونسيف تو انسولين. هذول يعني راح يكونون اقل استجابه للانسولين. انيشيالي مبدئيا بيتا سيلز ورك اوفر تايم، تعمل البيتا سيلز طول الوقت تو انكريز انسولين سيكريشن، خلايا البيتا تعمل انه تفرز انسولين تو اوفر كم ريزيستنس، حتى شنو؟ حتى يعني تعاكس المقاومه. شوف هسه هاي مو يعني هذا البنكرياس زين، شلون بنكرياس هذا؟ بس البنكرياس ما تهي شيء زين، وهاي الخليه زين عيني، هاي البنكرياس هنا جاي يفرز الانسولين اكو انسولين مو ماكو، بس المشكله صاير اكو مقاومه تخلي هذا الانسولين ما يوصل هناك للريسبتر ذاك، فهذول البيتا سيلز اللي هنا اللي جاي ينطون انسولين مو اكو هنا مقاومه مثلا مجرى الدم ما تخلي الانسولين يوصل للريسبتر، هو راح يبدي شنو؟ راح يبدي البيتا سيل تنتج انسولين تنتج انسولين تنتج انسولين حتى شنو؟ حتى تسوي اوفر كم للريزيستنس. تمام، المهم بلاد جلوكوز كيبت نورمال، يعني هنا مستوى السكر بالدم راح يبقى شنو؟ راح يبقى طبيعي زين. اوفر تايم بمرور الوقت الريزيستنس هذه وورسن راح تزيد، يعني هسه احنا بالبدايه كانت هاي المقاومه البيتا سيل قام انه يقدر شنو بالبدايه البيتا سيل دزت انسولين اكثر حتى تكسر هذا الطريق مال المقاومه اللي صاير بالبلاد ستريم وتروح علمن تروح للريسبترات، بس الوضعيه صارت اسوء، الريزيستنس صارت اكبر، البيتا سيل تاير اوت راح تتعب البيتا سيل اند انسولين سيكريشن ديكريز، راح يقل مستوى الافراز مالت من مال الانسولين. هذا ايش راح نقول عليه؟ بري ديابيتس، يعني حيصير عنده ديابيتس، بين الديابيتس راح يبدي عنده الديابيتس زين، اوفر ماني ييرز بعد سنوات عده، شوف جاي اقول لك بعد سنوات عده زين، يعني ممكن حتى الشخص يكون مصاب بالديابيتس ما يبين عنده اصلا ورا سنوات يلا ينتبه عليه. اراوند 50% من البيتا سيلز فانكشن هاز بين لوست، يعني 50% من وظائف الخلايا اللي هي بيتا راح يتم خسارتها. ديكلاين بروجريسيفلي، يعني تقل نشاطها وحيويتها، وهنا راح يحصل النوع الثاني من الديابيتس. هسه التيبيكال باترن مالت من؟ مال الديابيتس تايب 1 او مال تايب 1 ديابيتس. اول شيء الشخص يكون يانج صغيروني بالعمر، يكون لين نحيف. شوف تايب 2 ترى اللي يكون بيسمين يعني، بس غالبا هنا تايب 1 راح يكون نحيف الشخص. ريسنت فاريال انفكشن، يكون عنده اصابات فيروسيه سابقه وتكون عنده الترايد، الترايد بي 3 بي شنو هذول؟ بوليوريا اكسس يورين فوليوم، يعني انه مثلا الطفل على اعتباره هو يصيب الاطفال اكثر شيء يصير عنده ادرار كثير، وبوليديبسيا يعني يصير يعطش هواي، وبوليفيجيا يصير عنده جوع هواي اكسايسيف هانجر، ويت لوس خساره بالوزن مثل ما نشوف هسه هنا. هاي الصوره راح تذكرنا بالفكره كلش، اولويز ثيرستي بوليديبسيا تمام، اكسس يورينيشن هو بوليوريا، اولويز هانجري هو شنو؟ هو بوليفيجيا، وويت لوس هي نفس الويت لوس، فهي هاي الاعراض الاساسيه اللي راح تبين على الطفل اللي يصاب بالنوع الاول من مرض شنو؟ من مرض السكري. الان ليش يصير بوليوريا؟ وليش دائما يقولون انه المريض المصاب بالسكر النوع الاول الادرار مالته يكون بجلوكوز، يعني يكون ب مثل السكر او هيك شيء، شنو معناها؟ طبعا بالبدايه احنا لازم ندرس الشخص الطبيعي يلا، فالنورمال جلوكوز هاندلنج عندك اول شيء النورمال جلوكوز شنو؟ النورمال جلوكوز هاندلنج، النورمال جلوكوز هاندلنج الاساس انه يعني يجي الجلوكوز تمام لو مو تمام الجلوكوز و يكون محمل مع الادرار زين. هسه هذا نورمال جلايسيميا سكر طبيعي جاي هنا نورمال جلايسيميا، واثناء ما يمشي هنا ويا الادرار يصير له فلتريشن، يصير له شنو؟ يصير له فلتريشن وبعدين ري ابزوربشن، يعني ورا ما يفلترونه وهالامور هاي ياخذون يسوون ري ابزوربشن. طبعا منو اللي يمتص الجلوكوز؟ يمتص النفرون.
النفرون هي البيلدينج بلوك مال اليورين او سوري مال اليورينري سيستم. فهو يعني على اساس هسه هذا الجلوكوز مو يمشي هنا ويا الادرار، راح شنو راح يتم امتصاصه بواسطه النفرونات راح ياخذونه زين، فاللي راح يطلع بالنتيجه فقط يورين. بس هنا اذا لا هايبرغلايسيميا راح يصير هذا يعني مجرى البول، اسف مو مجرى الدم، مجرى البول اللي هو هنا راح يصير به هواي هواي شنو هواي جلوكوز. فهنا راح يصير لود اوف جلوكوز، يعني كميه الجلوكوز هاي فلتريتد، يعني الكميه اللي راح تفلتر عاليه بس امتصاصها راح يكون صعب. تمام، راح يصير لود على الاكسيدس ابزوربشن كاباسيتي، يعني راح يصير الامتصاص هنا مال الجلوكوز يصير صعب، مو يقل لا، هي النفرون راح تبقى تمتص شنو تمتص الجلوكوز، بس ايش تمتص هواي هذني كلش وحده اثنين هن هذني كميات كبيره مال شنو مال الجلوكوز، فيصير من الصعب انه يسيطرون عليها. لذلك يروح الجلوكوز بعض من عنده، طبعا بعض من عنده يتم امتصاصه، والبعض الاخر راح يبقى ويا اليورين جلوكوز ان يورين، فراح يصير بوليوريا كثرة تبول، واليورين راح يطلع وياه جلوكوز. هيش الفكرة. طبعا هاي البولي ديبسيا، البولي ديبسيا هي العطش طبعا اكسايسيف ووتر لوز، واحد يخسر مي هواية يحتاج انه شنو يحتاج انه يشرب مي حتى يعوض المي اللي خسره. اند اوزموتيك افكتس اوف جلوكوز اون ثيرست سنتر، والتأثير الأوزموزي مالت من مال الجلوكوز على مركز العطش، يعني هو الجلوكوز بذات نفسه يسبب عطش. زين الجلوكوز راح يصعد يعني بمجرى الدم فهو راح يسبب عطش. زين البوليفاجيا هي الجوع، اكسايسيف هانجر جوع كل يعني كلش كبير، فود كونسبشن استهلاك للطعام، يعني واحد يجوع هواي ويستهلك اكل هواي. ذات از وهذا الشيء ذات از شنو وهذا هو that is all thought high amount of glucose، وبهذا الشكل او نتيجه هذا الشيء كان شنو كان نتيجه لكميات كبيره مالت من مال الجلوكوز is available موجود and cannot be utilized، ما تقدر شنو ما تقدر السيل تسوي له utilization، ما تقدر الخليه انه تستخدمه، are starving، يعني الخليه هي. بالنسبه الى الويت لوس هو خساره الوزن ان اديباس تيشو فاتس اند ماسل بروتينز، الاديباس تيشو فات دهون الانسجه الشحميه والمسل بروتين ار كاتابولايزد، يعني تم هدمهم، لذلك واحد يخسر وزنه. ليش؟ لان ينهدم البروتين وتنهدم شنو تنهدم الدهون اللي هي على اساس كانت بالانسجه الشحميه، لذلك يبين الشخص نحيف. حسب بالنسبة إلى الديابيتس اللي هو النوع الثاني من مرض السكري، شنو أعراضه؟ خلنا نشوف الصور أول شيء. Always tired، الشخص يحس بالتعب. Blurry vision، الرؤية اللي هي blurry اللي هي تكون مغوشة إحنا نسميها. Wounds that not heal، هاي wounds يعني wounds يعني زين مثل هيك شيء خلنا نقول جروح أو هيك شيء مو جروح هي wound. ما اعرف شلون يترجموها، المهم. وفيجاينا انفكشن ايضا يصير، زين. هسه هنا اللاك اوف انرجي راح يصير، انه الشخص هذا يحس بقله طاقه، يعني يحس روحه تعبان. شنو بعد؟